الإنسان على الأرض أول ما ابتدى. أخو قتل غدر أخوه وعاش بجنون في جوف ليلة والظنون 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 إنسان. يبقى هو الإنسان يبقى هو الإنسان. إنسان يضعف وهو بدا، إنسان يضيع على إنسان جبنة وجرأته، يبقى هو الإنسان. بصفك وينصرك ويكون لك أو لا يكون إنسان. كل العقاب في اللي سويته من زمان، thank you.
يعني ما نقدر نشوفه؟ احنا نريد نطمن عليه يا دكتور خالد. وانا طمنتكم عليه يا عم راشد، الحمد لله ان قدرنا نتفادى نوبة القلب اللي جاته، والحين حالته مستقرة، بس لازم يلزم عندنا بالعناية المركزة. راشد، هالشيء افضل لشداد الحين، وفي كل الحالات رضية معه. انتوا تعرفوا انه في مرحلة متأخرة من المرض اللي تأثر على أجهزة الجسم واحد ورا الثاني. كأنك تقولنا قريوا عليه الفاتحة من الحين. كل شيء بأمر الله يا أخوي، ادعي له وخلي الباقي على الله. الله أعلم إن كان يستجيب دعائي ولا لا. إيش اللي مخبيه في داخلك يا راشد؟ إيش أخبي عليك وأنا جالسة أخبرك الحين؟ كان مفروض تسأليني قبل ما تروح تفتح الموضوع مع الدكتور نواف. أنا كنت أريد أعرف إيش علاقة الدكتور نواف باللي اسمها زوينة، وأظنك أنت بعد تريد تعرف. وعرفتي؟ طبعاً لا. وفرضاً لو عرفنا، إيش بنستفيد؟ وإيش يهمنا؟ ولا شيء. قيصر، إيش اللي تغير عندك؟ ما تغير شيء. وإيش قصدك؟ قصدي العصبية اللي رجعت لك مرة ثانية. إيش اللي صار؟ هذا الخير في يوم من الأيام بتكون أنت المسؤول عنه. هيمنتي بتنتقل لك، والكل بيأتمر بأمرك، وعلشان يتم هذا لازم تكون معي أنا. قيصر، أنا سألتك. ما صار عندي شيء. لا، أنت ما تكون كذا إلا لما يكون عليك ضغط من عمي زايد. لا تستغرب، وخليك واضح معي، لأن أنا وأنت واحد. أنا صرت أعرفك زين حبيبي. تقول لي إيش بنستفيد وإيش يهمنا؟ أقول لك إنه أي شيء يحصل معاهم إحنا جزء منه ويهمنا. بس في كل الحالات أتمنى تكونوا أنت الأبناء بعيدين عن الموضوع، لأن دي سالفة قديمة من الماضي تخص الأخوة الأربعة. راشد وزايد وعد وماجد هم السالفة ونحن تفاصيلها. لما يجي الدكتور يسأل عن ماضي ما حد يعرفه غيرهم، هذا يعني أنه جزء من هذيك التفاصيل. ممكن كان يسأل عشان السبب اللي خبرنا إياه، عشان هو وعلاقته مع عمي ماجد. ممكن، لكن عمي ماجد ليش يخبره شيء مثل هذا إلا إذا كان يعنيه؟ ليش ما تريدوا تاخذوا مني الهدايا اللي جبتها لكم؟ لأن إيش أول مرة تسويها؟ بس أنا جدتكم ولازم تاخذوا مني الهدايا. يعني كنت ناسية واليوم عرفتي إنش جدتنا؟ أيوة حبيبتي، كنت ناسية بس الحين تذكرت. خلاص لا تصيح، نحن ناخذ الهدايا. لا يا ريان، صبري شوية، خلي عندي الشخصية. يعني ايش اسوي؟ يعني تخليني اخذ الهدية بالاول؟ هات اللعبة يا شرير. انسان احبه واكرهه، انسان اعرفه اقبله، انسان اغضب سامحه، انسان عاتب وجرحه، انسان عاتب وجرحه، أنا بتفضل فوق. الحمد لله على كل حال يا ربي. الحمد والشكر لك يا رب. مأجورة يا بنتي وفي ميزان حسناتك. اللهم لك الحمد والشكر. في شيء يا عمي؟
كيف حالك؟ الحمد لله بخير. إذا ناقصنك شيء ولا شيء خبري. تعرف العشرة اللي بيني وبينه والواجب إني أكون معك، أقصد أكون معك في هذه المحنة. أتمنى أن كلامي يكون ما ضايقك. لا لا أبدا، رغبة مريم في أنها تشوف نواف طبيعية جدا، وأنا كنت متوقع أنه هو اللي بيطلب هذا الطلب. ترى هو للحين ما كلمنا عن هذا، بس أظن أنه هو محتاج وقت عشان يستوعب ويتعود على الوضع الجديد. ما أحد يقدر يلومهم الاثنين، بس أنا قلت أخبرك برغبتها على أمل أنك تكلم. طيب إن شاء الله يا هلال، بكلمه في أقرب فرصة. أنا من رأيي أن المسألة تجي منه هو أحسن وبدون أي ضغوطات، لأن أنا أعرف نواف زين، هو حساس بدرجة كبيرة، وعاد هو بيبدأ يكيف حياته مع الوقت، لأنه ما سهلة يعيش حياته كل هذه السنين على أساس أنه وحيد، وفجأة يعرف أن هناك ناس تربط بيهم علاقة أسرية. الله يكون في عونه وعونها. المسكينة من عرفت بوجوده كأنها شافت البخت. يا حليلها فرحانة، وتريد فرحتها تكمل بشوفته. وأنا متأكد هو لو عرف كم هي تحبه وتعزه كان ما تردد. ايش بغيت تقولي بهذه الرسائل الباردة يا سعيد؟ انت ايش اللي جابك هنا؟ ما صار في مكان يجمعنا مثل اول غير هنا يا رقي. ما في داعي لهذا الكلام ولا لجيتك. توك تقولي ايش جابك هنا؟ وانا اسمعك. احنا اتفقنا على شيء وانت خالفتيه. كان شرط طلاقك مني انك ما تتزوجي بعدي. هذا كلام؟ لا تقاطعيني وخليني أكمل كلامي. ورغم ذاك الاتفاق اللي بيننا، أنت ما نقيتي تتزوجي غير ماجد، مع أنك عارفة الخلاف اللي بيني وبينه. لا يكون جاي تطلب مني أتطلق منه. لا، أنا أريدك تتذكر اللي بيننا وتخبريني هو على إيش ناوي معنا. أنت بعقلك تطلب مني مثل هذا الطلب؟ أنت تطلب المستحيل. أنا أطلب الممكن. فكري في الموضوع وبعدين ردي علي لما أشوفك في المرة الثانية. لا، وفي مرة ثانية وثالثة. اسمعني يا زعيم. سمعيني أنت، أنا وياه طول عمرنا بين غالب ومغلوب في حرب ما حد يعرفها غير وغيره، وأنت لما وافقتي على الزواج منه دخلتي نفسك فيها، وعلشان تكوني بأمان لازم تسمعي كلامي. هو اللي رجع مرة ثانية وبدأ ذيك الحرب من جديد وبدأ يهددني، وأنا لازم أرد عليه التهديد وبطريقتي، ويا أنا يا هو في الدنيا. أنت إيش تريد بالضبط؟ أريد أعرف من هو ولد سهيلة. خبريني وانا اوعدك انك ما تشوفي وجهي. لا تردي الحين ولا تستعجلي بالرد، علشان ما ازعل منك لا تخبريه باللي دار بيننا الحين، لا هو ولا اخوك الحاج. هم؟
ما دام انك بديت معاي بهذا الاسلوب فانت خايف. في هذه الحالة ماجد لازم يعرف، من حقه انه يعرف. زايد هذا لو عنده أي شيء يضر بماجد كان سواه، وما اضطر انه يجي عندك هنا ويقولك اللي قاله. أنا عارفة، عارفة انه من حقه يعرف، بس يا أخوي أنا ما أريد المشاكل تزيد. المشاكل أنت ما اخترتيها بنفسك، بس الغلط انك تخبي على زوجك مثل هذه الأمور. ما أنت يا رقية اللي ممكن الواحد ينصحك في أمور مثل هذه، أنت إنسانة فاهمة وعاقلة. أظني أنه زايد وصل. ماجد جلس من فضلك. أكيد خبرتهم، قريت في عيونها انها تغيرت كثير، واني ولا شيء بالنسبة لها الحين. بنات حواء ما اسرع ما يتغيرن، لكن بهذه السرعة ما علي، خليها تخبرها. هذا إنسان غير طبيعي. هو الحاج خايف الحين أكثر من أي وقت، ويحاول يشغلني بأمور هي بالنسبة لي تافهة. أنا وزايد. سمعيني أنت، أنا وياه طول عمرنا بين غالب ومغلوب، في حرب ما حد يعرفها غير وغيره. وأنت لما وافقتي على الزواج منه دخلت نفسك فيها، وعلشان تكوني بأمان لازم تسمعي كلامي. بس هو هدد هدد. رقية الحاج أرجو، الظاهر إنك بعدك ما تخلصتي من عقدتك معاه. أظن أن هذا اللي هو يريده بالضبط، أن نضطرب كلنا وما يمنع نختلف شوي، والتهي أنا بالمشاكل اللي المفروض تصير بيننا لو ما حكمنا العقل. اعذرني هذا الانفعال يا ماجد، أنا ما أحب أشوفها في الحالة اللي كانت فيها مرة ثانية. سنين وأنا أعاني من الحالة اللي كانت فيها معاه. لا تشغل بالك الحالة، أنا بتكلم معاه وبعرف كل شيء، بس أنا لازم أكلمه بطريقتي الخاصة. الحال واحد يا الحاج، ويمكن هذا هو اللي يريده بالضبط. بس بتكلمه عن إيش بالضبط؟ عن الكلام اللي قاله لرقية، ولا عن موضوع الرسائل؟ أنا بعدني ما فهمتك يا الحاج. أنا أفهم بزايد أكثر من أي واحد في هذه الدنيا. أنا تعلمت الشيطنة على يديه، ساقني الخبث قطرة قطرة. كنت تلميذ النجيب، لكن للأسف لسوء حظه ما توقع في يوم أن التلميذ ينقلب عليه مثل ما ينقلب السحر على الساحر. أنا بعدني ما فهمتك. الأسلوب اللي استخدمه اليوم معي ومع رقية أسلوب وضيع، وهو يعتبره سلاح بالنسبة له، وأنا برد عليه بنفس السلاح. انت قلت يا ماجد انك ادرى بي. في هذه الحاله اعذرني اطلب منك ان رقية تكون بعيده عن اي شيء بينكم.
لا تخاف عليها وهي معي الحاج. واطلب منك يا ماجد اذا احتجت لي في شيء فلا تتردد، كلمني على طول. وين وصلت؟ ها؟ وصلنا؟ لا ما وصلنا. ايش فيك كذا متردد؟ تريدنا نرجع؟ ترى بنرجع. نرجع؟ ايوه، بكلم الاخ هلال وبنعتذر له، بنقول له على الاقل اليوم ما نقدر نجي. يصير؟ طبعا يصير، وانا اشوف الافضل انه يصير. رايح تقابل الناس وكأنك رايح عزاء. لا 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 ما زين، أكيد هذيك المسكينة جالسة تنتظر، وأكيد مسكينة قاسة حاتيك مثل ما أنت الحين قاسة حاتيها. عمران. ولد ولا بنت؟ اشوفك متوتر وتشالي. ودر عنك انت هذا الكلام الحين. اشوفه متاخروا. لا ما تاخروا، بس الظاهر انت مستعجل وما على بعضك اليوم. زين زين، سير شوف مريم وش مسويه. سير منتصر، نهمك. خايفة انه ما يجي. اصلا فضيحة علي ذا ما جاء. هي متعبة عمرها في المطبخ من الصبح تطبخ له من الاكل اصنافا واطيابا. صحيح لا انسى. لا تخبر العمة وعد عن زيارة نواف. وليش؟
الفئة لو خبرتها يعني؟ عمران أرجوك اسمع الكلام ولفي لأعصابي. طيب هدي هدي خلاص أبوي ما بخبرها. دربونا الخيار إما يكون صادق حنون يا ماجدة. أنا عاذرة قيصر في كل اللي هو فيه من ضغوطات وعصبية. يعني إيش؟ يا بنتي عمك زايد طول عمره يريد أحد يكون مثله أو ينفذ اللي يريده، بداها بذاك المنحوس وبعد الشداد والحين قيصر لأنه ولده. طيب ليش؟ ما أظن في حد يحب يكون نسخة من غيره. زايد يفكر في الامتداد له في شخص هو يريده ويضمن ما يتغير عليه في يوم من الأيام، يفكر في السيطرة اللي تخلي كل شيء تحت إيده، يفكر في القوة اللي ما يزعزعها أحد، يريد كل هذا عنده حتى لو على حساب أشياء كثيرة. بس انتي معاه الحين وموافقتنا الرأي. إذا قصدك موضوع ماجد فهذا الشيء الوحيد اللي أرابع فيه زايد حتى النهاية. لأنك تكرهيه؟ لأنه قتلني. خلاص عمتي أنا آسفة، بغير الموضوع. عمتي ما سألتي نفسك ليش الدكتور نواف سألني أنا وقيصر عن لي اسمها زوينة؟ قال إنه عمي ماجد هو اللي خبروا عنها. وليش خبروا عنها وهو اللي أسألها؟ وليش يخبره هو بالذات؟ يا ترى إيش قال عنها؟ الأهم إيش اللي أنتوا ما تعرفوا عنها ويعرفوا عمي ماجد. عجبك الأكل؟ بصراحة ما في أطيب من كذا. خلاص من يوم ورايح أكلك من هنا، وإذا ما جيت بطرش مع عمك هلال. لا ما يحتاج تعبي عمي هلال، أنا أوعدك إني أجيك باستمرار. صحيح؟ سمعت يا هلال؟ لا، الدكتور نواف باين عليه بياخذ كل الحب اللي عندك. أنا لو أقدر أعطي شيء كان عطيته عمري الباقي. الله يعطيك الصحة والسلامة، ما حد يقيس سعادتي في هذه اللحظة لأنها ما تنوصف. الله يخليكم لأولادكم ويسعدكم أكثر. أنا يا خالتي. لا لا تقول خالتي، قول ما. ما أستاذ رقية؟ أنا أسفة. خير يا رحمة، في شيء؟ قلت أسأل عن أستاذ رضية. خير؟ لا ما في شيء، بس كنت أسأل عن أسأل عنها لما تشوفها تقل المدرسة. تطمني الأستاذ رضية بخير، بس أخذت إجازة مرضية لأنها عندها ظرف طارئ. كل البنات يعرفن أن زوجها مريض علشان كذا هي. ما أحسن تركزوا في دروسكم بدل ما تشغلوا نفسكم بأحوال الناس. هلا والله أستاذة ما كان قصدي، والله ما قصد، بتسهلنا. طيب انت اهدي الحين يا رحمة، انت تعز الأستاذة رضية صح؟ الله يعلم مش كثرة كان لها معزة بداخلي، هي اللي فطرتنا على حال وشجعتني اني اعتمد على نفسي. علشان كذا اريدك تخبريني باللي تعرفيه. بصراحة سمعت عنها كلام وما عجبني، والله لولا ان عزها ما كنت بخبرش. انا اسمعك يا رحمة، قولي. في بنات قاستنا كان خبر زوجها، واليوم بدنا نقول ان هي بعد مصابة بالمرض.
طبيعتك ما حد كان تقرا علي. الهدف ما موجود. نحن ندور على جدتي وهاد ما ندور على الهدف. ندور على شيء. هذه المربية وين راحت؟ ايش اللي يخليكوا تسووا كل هالمغامرة علشان توصلوا عندي؟ بغينا نتكلم معاه شوية. تكلموا كيف ما بغيتوا براحتكم. ها حبايبي، شيء بخاطركم؟ جدة بعد، ايش يعني كلمة يحتضر؟ وانتي وين سمعتي هالكلمة؟ بالمدرسة. سمعت المدرسة تقول هالمدرسة الثانية هذا اللي يبوها في المستشفى يحتضر. حبيبتي انتي عارفة معناها؟ لا. من؟ رضية؟ ماما 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 ماما. أنا ما توقعت إن زميلاتها يكونوا بهذا الفضول لمجرد إنها ما موجودة بدأوا يتكلموا عنها قدام الطالبات. الله يكون في عون رضية. نظرة الناس لها مصدرها نظرتهم لمرض زوجها، وهي في كل الأحوال معرضة لأكثر من الكلام. أنا أقرب من أي زميلة أو صديقة لها، لكن عمرها ما اشتكت ولا عبرت عن استياءها باللي فيه شدات، لا في الأول ولا الحين. إيش اللي ممكن تقوله يعني؟ أنا ما قصدت الكلام بحد ذاته. أنا قصدي إنها تفضفض، أطلع الكلام اللي في داخلها بدل الكتمان. الكتمان أحيانا يكون أفضل من الإعلان. وعلى حساب أعصابها وهدوء بالها؟ هذه ضريبة البلاء والابتلاء، وهي الحمد لله الحمد لله دائما صبورة. أحيانا أتساءل وين مصدر قوتها؟ إيمانها هو مصدر قوتها. ثانيا هي أصيلة وإنسانة نبيلة، يا ريت لو توقفي بجانبها أكثر. ليش ما سألتني عن الكلام اللي قال الحاج عدني؟ ليش ما خبرتيني لحد العين عن موضوع العقدة اللي كان يتكلم عنها الحاج؟ أكيد لو رضي اشتكت كنت أنت بتعرف. يعني أنت جايني في هذا الوقت وتعرف اني انا ما احب السهر علشان تقولي اني انا مصر اشتغل مكتب؟ عجب انت ما تعرف. اي انا اكلمك، انا جاي منك عشان تقنع الاخ ماجد انه ما يشتري. انت ايش اللي يدور في راسك؟ قول لي ايش اللي يدور في راسك وليش مصر هذا الاصرار؟ ولا شيء، الموضوع مثل ما قلت لك عليه. وانا سبق ورديت عليك. يعني ما بتكلم ماجد؟ محفوظ انت ليش ما تريد تفهم؟ ليش الظاهر ولا ماجد يعرف؟ يعني ما قادر تميز وين تكون الفايدة اكثر؟ اذا ماجد اشتغل مكتب
أو أخذته أنت؟ طيب لو كلمت رقية تتوقع ممكن تقنعه؟ محفوظ! لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الظاهر أن رضية ما اشتكت لأي واحد منهم، وما دام أنها ما اشتكت إذن هي بعدها تفكر، أو أنها كانت تتمنى. إنسان ضعف وقوته سندا وعزتا. محفوظ، إيش جاي تسوي محفوظ؟ جاي أطمن عليك. إيش بعد؟ بصراحة أريد أكلمك في موضوع بيع المكتب. المكتب عمي ماجد؟ عارف إنه هو اللي بيشتريه، بس أنا أريده وأريده من زمان، وعلى الأقل في شيء من ريحتك. وبصراحة أنا بديت أحب كل الأشياء اللي من ريحتك. استريح استريح، لا تتعب نفسك، انت كذا كذا تعبان. ابتعد عنها، انا اريد المكتب حتى لو اشتراه منك ماجد. فكر بس لا تطب. محفوظ ايش كان يقول لك؟ لأول مرة تشوف علي كذا شداد؟ انت تشك فيني؟ اقسم بكتاب الله واولادي انك تسوى عند الدنيا وما فيها. أرجوك حبيبي، ما أريدك تشوف علي بهذه النظرة مرة ثانية. أسف يا رضية، سامحيني. تمنيت انك عشت معي كل هذه السنوات. وايش اللي كان يمنع؟ عمك ماجد هو اللي اختار لك هذه العيشة، يمكن علشان انا كنت صغيرة، الله اعلم، او اني الا كان اسباب الخاصة. هو دائما يختار لنا. ما فهمت. لا كنت افكر بشيء ثاني. اذا كنت تفكر بنت الحلال فامك اول واحدة لازم تعرف. بنت الحلال كانت تريد ولد الحلال، ولأن عمي اختار لي أكون مجهول النسب راحت لولد الحلال. يا ولدي، بنت الحلال لو كانت مكتوب لك فأكيد أنها راح تكون لك. أنا ما أريدك تلوم عمك ماجد، لأني أنا نفس الشيء ما ألومه وحافظة أفضاله في قلبي. ومثل ما قلت لك إنه أكيد عنده أسباب الخاصة اللي خلته يحافظ عليك بهذه الطريقة، والحمد لله. المهم إنه نجح.